يقول السائل: عندما تسرق بعض الأشياء فيلجأ صاحبها لقراءة عدية ياسين بطريقة معينة، فيلجأ صاحبها إذا إيش؟ عندما تسرق بعض الأشياء، نعم، فيلجأ صاحبها لقراءة عدية ياسين، عدية يقصد أكثر من مرة، نعم، بطريقة معينة، فما حكم هذا؟ وهل هي وسيلة انتقام من السارق؟ هذا لا أصل له، هذا العمل لا أصل له، والسارق يبحث عنه، الجهات الأمنية تبحث عنه ويقدم إلى المحكمة، وإذا اعترف أو قامت عليه البينة يقام عليه الحد، تقطع يده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فعليك أن تبلغ الجهات الأمنية للقبض على السارق. وأما قراءة شيء من القرآن باعتقاد أنه يأتي بالسارق أو أنه يضر السارق، هذا لا أصل له، نعم، وليس هذا سببا في حصول المقصود، نعم. الله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما، ما قال والسارق والسارقة اقرأوا عليهم ياسين، نعم.